بساط احمدي خلي البساط احمدي ناخد معك وادي خلي البساط احمدي خلي البساط احمدي خلي البساط احمدي باخد معك وادي خلي البساط احمدي خلي البساط احمدي خلي البساط احمدي باخد معك وادي خلي البساط احمدي أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم البساط أحمدي. مشاهدينا الكرام، سنتكلم في هذه الحلقة عن السلع المهربة، سواء كانت مواد غذائية أو أدوية أو مواد زراعية، لأن الكل عارف أن أسواقنا مكتظة بهذه السلع المهربة، وما يقلقنا إلا أننا نشاهد المواطنين يقبلون على شرائها مع علمهم المسبق بأضرارها. طبعاً باقي سلع منتهية وهذه خطرها أكبر، لكنها بتدخل البلاد ويبيعوها أمام الله وخلق الله، وعد باقي سلع يمنع دخولها لسبب أنها مضرة على الإنسان بشكل أو بآخر، لكنها ملان سوق. والمشكلة إن أبنائنا وتجارنا ومسؤولينا بيتعاملوا معانا كأن إحنا قرعش. تابعوا هذا المشهد. دينا أنا بزعب في مخزن كله خربان كله خربان. قصدك إيه؟ يعني أنت في واحد خسران. هو أنت بتتكلم جد؟ أنا في كلام مظبوط، ما في كركر ما في كركر. خربتوا بيتي، خربتوا بيتي، يخرب بيتكم. يعني إيه؟ يعني أنا خلاص بقيت على الحديدة. مدير أنا في طريقة يوم يوم ما في خسران ما في خسران. خلاص انخرب بيتي يا أخوي، انخرب بيتي. أنا في موجود صديق في شغل سوا سوا. قصدك إيه؟ إذا في بضاعة خربان يودي بضاعة يمن يمن. مضمون مضمون. أنت بتتكلم جد ولا بتخرب؟ في كلام مظبوط، ما في خرف أنا ما في خرف أنا. قل لي إزاي هتدخل المينا وهي منتهية؟ في كتير نفر يمني يودي خربان تهريب. قصدك هتتباع بأسواق اليمن؟ مظبوط مظبوط. والدولة مش هتقبض عليهم؟ دولة ما في كلام ما في كلام. ده انت طلعت عفريت يا ابني، وهجيب لك 10% في أرباح البضاعة. بودا شكرا يا مدير شكرا يا مدير. أنا إيش تعرف؟ هؤلاء الذي بيهربوا هذا السلاح، والذي يساعدوا على تهريبها، والذي بيبيعوها، ايش من ضمير معاهم؟ وهم عارفين ان في اطفال ممكن يموتوا بسببهم، وفي ناس بيصابوا بامراض خطيره بسبب بضاعتهم. اللي محيرني كيف بتدخل هذه البضائع الى البلاد وما حد يمسكهم. لو فرضنا انها دخلت عبر الحدود بحجه ان حدودنا كبيره وما فيش الرقابه الكافيه وما فيش معانا حرس حدود، طيب كيف بتدخل إلى عواصم المدن والأسواق؟ وكلنا يعرف إن في قبل كل مدينة أو محافظة 20 نقطة تفتيش، ما بيفعلوا. إن هذا حين الجهات المختصة ما بتشوفش الأسواق مليانة بهذه السلع المنتهية والمهربة، ليش ما تقوم بمصادرتها وإتلافها؟ والمشكلة لو هم يبيعوها في أماكن مخفية، هذا بيبيعوها أمام الله وخلق الله. طبعا احنا ما نلومش المواطن المسكين الذي بيشتري هذا السلاح، لان الكثير حالاتهم الماديه صعبه جدا 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 جدا، وهو مضطر يشتري هذا السلاح لانها رخيصه، بالرغم من انه عارف باضرارها. بس نرجع نقول الله يجازي الذي كان السبب والذي وصلنا الى هذه المرحله. باقي اشياء ثانيه وهو اخطر من هذا، وهي الادويه المهربه الذي تملأ المستشفيات والصيدليات. والبعض يقول لك يا أخي هذه الأدوية هي نفس الأدوية الأصلية، بس اللهم أنها رخيصة لأنها ما بش عليها لا جمارك ولا ضرائب. طبعا هذا الكلام غير صحيح، لأن الأدوية المهربة تكون منتهية، حتى لو مش منتهية تكون فاسدة، لأنها بتدخل في السيارات
وبين شمس وبدون تبريد، وتجلس في الصحراء أيام وأسابيع وتتعرض للاهتزاز وتفقد مفعولها ويكون مضرتها أكثر من نفعها. تابعوا هذا المشهد. السلام عليكم. عليكم السلام. ها دكتورة، ادينا العلاج هذا. حاضر. كم قيمة العلاج يا دكتور؟ هذا ب 14500 فقط. كم؟ 14500؟ هذا المبلغ كله؟ طيب تشتري رخيص في عندي. كيف يعني رخيص؟ أنا شا فهمك. شوف هذا الأصلي من الوكيل، في معانا مهرب، هو نفس الصنف نفس النوع نفس الشركة، بس الله ما هذا جاب بشكل رسمي وهذا جاب بشكل مهرب. ما فهمت، ما هو؟ أنا بروي لك. شوف هذا المهرب. تفضل تأكد بنفسك. يا دكتور مشو أنا المريض. ها مش أنت المريض؟ ما فيش مشكلة، أنا بس اشتيك ديار بين الصفين. تفضل. بسم الله. عادي شفت هذا المهرب. أنا الآن بطعمك النوع الثاني. الآن بخليك تذوق الأصلي. تفضل. هل في فرق بطاء؟ أبدا ولا بأي فرق. طيب حسيت بحاجة؟ ماشي الحمد لله. تأكد؟ اللهم استعان شكذب علي. طيب أي ردي لك الآن، الأصلي ولا المهرب؟ المهرب. المهرب. أيوة أيوة هو نفسه وهذا هو. يلا تفضل. سلام سلام سلام. كم عندي؟ خذها ما بيعك الله. ها يا رب. سلام سلام. هي شفت ما حصل لصاحبنا وعاد يقول لك الدواء الأصلي والمهرب سوى. يا ناس قد تاجرتوا بكل حاجة بس الأدوية ما تصافتش ولا تقبل الغش، لأن أرواح البشر مش لعبة علشان تاجروا بها. طبعا عاد باقي أدوية أخرى تهرب وتدخل إلى الأسواق وهي ممنوعة من الدخول، مثل الحبوب المنومة والحبوب المنشطة والحبوب المخدرة، لأن خطرها كبير جدا جدا جدا. لكن ذمة الذي دخلوها وباعوها وهربوها أكبر. بالله عليكم قد شجرة القات مضرة في نفسها، وعاد باقي بعض المزارعين يصير يشتري لك أقوى المبيدات وما يعجبه إلا المبيدات التي دخلت تهريب، لأن مفعولها سريع وأضرارها كبيرة وأسعارها رخيصة. في الأخير هذا المزارع ما يهمه إلا الربح السريع وغيره منع الضرر. صدقوا وتؤمنوا بالله إن بعض المزارعين ما يرضش يأكل من ما يزرع أبدا. لا تستغربوش، تابعوا هذا المشهد. فعزوي يا صاحب البلاء. أيوة. أشتي سم فتاك، سم يعني أقوى سم عندك. ما رأيك هذا؟ ما ماشي ما ذاك جربنا المرة الأولى ماشي قوي. أشتي قوي فتاك. أشتي فتك فتاك. فتاك يضربها العجل ما قوم الصبح إلا والجرب أبض المص. هذا سم محرب ومجرب سمعت. ايوه تكون على الشجر هالعشي وما تبكر الصبح الله قديلا. اين انت قصي؟ اين بقامتك مرتين؟ من نقصد الله المستعان ما كذبش علي. اتوكل على الله. توكل على الله. بعدك بسمع باقي حاجه اهم، ضروري ان تجهالك الاياء تنقلوا بالثاني. لا لا مش بالثاني، تنقلوا قريه ثانيه. ليه ليه؟ لان السم هذا خطير. سال سال ما عليك الطب بس. وباقي حاجة أهم. صبر علي، باقي حاجة أهم ضروري إن اللي يرشوا الجربة حقك اللي يرشوها يكونوا شيبات في آخر عمرهم، عازب إذا ماتوا
ما تتحملش بذمتهم. ولا يقعشي ولا يقع حاجة انت غير التباس ولا يقعشي. احنا نزل نضرب واه واه الركوع في الله. يا لطيف من هؤلاء الناس. وبعده عاد انا اشتي اطلب من هؤلاء المزارعين الذي بيستخدموا هذه المبيدات ان يتقوا الله في زراعتهم وان يرحموا هؤلاء الناس المساكين الذي بيموتوا ويتعرضوا للامراض الخبيثه بسبب هذه المبيدات. من حين دخلت المبيدات لا بلادنا وكل شيء تغير. الان تجي تاكل اي فاكهه ولا طماطه ولا خياره ولا موزه شوفها ما شاء الله تبارك الله ساعة ما هذه لو ما تجي تفتحها ونقط طعمها ثاني. بالله عليكم ما عاد سلمش منهم حتى الخضروات والفواكه. تابعوا هذا المشهد. يا بلاشة يا حرجة يا رواجو يا بلاشة يا حرجة يا رواجو المواد الغذائية جميع المواد الغذائية يا حرجة يا رواجو جميع المواد الغذائية عندنا وبلا رخوص. الحق نفسك والحق جهالك. غذ نفسك وغذ أولادك يا حرجة يا رواجو. يا أخي إيش يسألك سؤال؟ استغفر الله العظيم الشتم احد لكن قد ضر يسالك بيقول ان البضاعه هذه كذا انت تصدق دش يا صدق صدق انا ما يعجبني الكذب ابدا منتهي ليش انت هو التاريخ بيننا ليش انت شايف على لك 2015 مالك سنه زياده 2016 ميلاديه هي مالك بتصورها مالك ما هذا بسيطه لكن ايش تجي اسالك سؤال لكن بيقولوا ان هذا المواد المنتهيه تسبب لك امراض صدق ما الامراض هي دي امراض ما اكذب عليك لكن معايا العلاج هذا من حق الطرش وهذا من حق المغص ايوه وهذا من حق التسمم حبه حبه بعد كل اكل وانا ضامن ولا عاد يلزمك حاجه تمام خلاص اي الله الله ايش زي اسالك سؤال الان شكلك ما تكذب شنت انت عدتي لعيالك من هذا البضاعه ما هو اعوذ من الشيطان اقتل عيالي بيدي انا مجنون وما هو ادع عيالي من هذا ما دام هكذا ريح ثانية تفضل انا هو ما بيش احسن من الصدق والباري بيخالجني بنيتي لا اله الا الله المواد الغذائية المواد الغذائية غد ولدك غد نفسك الفيتامين المهم ايش تي اقول لهؤلاء الذي يهربوا هذا السلاح والذي بيبيعوها وهم عارفين باضرارها ومخاطرها لن تنجو من عقاب الله لان الله يمهل ولا يهمل وهذه اخطر انواع الغش والرسول عليه الصلاه والسلام يقول من غشنا فليس منا وهنا اوجه رساله لاخواني المواطنين بالانتباه والحرص عند شرائكم لاي سلعه والتاكد من مصدرها وصلاحيتها لان ارواحكم غالية علينا. وفي الأخير نوجه نداء للدولة بأن تقوم بضبط الحدود البرية والجوية والبحرية لمنع دخول هذه السلع المهربة والتفتيش الدقيق في كل النقاط العسكرية وإنزال حملات بشكل يومي ومتواصل على الأسواق وفرض عقوبات على أي شخص أو تاجر يشارك في دخول هذه السلع إلى الأسواق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلي البساط احمدي تاخد معك وادي خلي البساط احمدي خلي البساط احمدي خلي البساط احمدي